أطلت الشرطة الفرنسية أن المشتبه به في هجوم ستراسبورغ يبلغ من العمر 29 عاما ويدعى شريف شيكات. وكان شيكات قد فتح النار بالقرب من سوق عيد الميلاد الشهير في ستراسبورغ، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين. ورفعت الحكومة مستوى التأهب الأمني وأرسلت تعزيزات الشرطة إلى المدينة، حيث يشارك نحو 250 عنصر أمن في البحث عن المعتدي. مئات رجال الشرطة والدرك والجيش يبحثون عن رجل واحد نفذ عملية إرهابية قرب سوق الميلاد في ستراسبورغ وفر إلى جهة ما زالت مجهولة. أما ما بات معلوما فهو اسمه وعمره وماضيه المليء بالانحرافات والتطرف. شريف سي إني لو 24 اسمه شريف وهو من مواليد ستراسبورغ في 24 من شهر فبراير عام 1989، وهو معروف لدى الشرطة والقضاء خاصة في قضايا سرقة وعنف. 27 حكما في سجله العدلي أغلبها جنح ارتكبت في فرنسا وكذلك في ألمانيا وسويسرا. شهود عيان قالوا أنه عندما نفذ العملية كان يصرخ الله أكبر. قبل ساعات من تنفيذه العملية دهمت الشرطة منزل الجاني بناء على طلب من القضاء في تهم تتعلق بالإرهاب، فعثرت في شقته على قنبلة ومسدس بحثت عنه طيلة النهار دون جدوى حتى وقعت حادثة سوق الميلاد، فأوصل الربط بين الحادثين والمكانين نحو رجل واحد مما حرك السلطة بكامل أركانها. الرئيس الفرنسي اضطر إلى قطع اجتماعه مع نواب كتلته البرلمانية بخصوص السترات الصفر، فانضم إلى خلية أزمة جمعته مع كبار رجالات الدولة، بينما انتقل وزير الداخلية بعجالة إلى مكان الحادث، فعليه الوقوف إلى جانب سكان ستراسبورغ التي أعلنت الحداد والحزن. إنه أمر رهيب، أمر رهيب. اعتقدنا أن هذه الأعمال انتهت. إنها نارنا تنطفئ، نعيش في عالم ملتهب وصعب جدا. رغم إصابة الجاني بطلق ناري من جندي فرنسي، إلا أن خصوم الرئيس الفرنسي وجهوا بنادق نقدهم صوب ماكرون، فاعتبرت مارين لوبين زعيمة التجمع الوطني أن تساهل السلطة مع المتطرفين يؤدي في كل مرة إلى سقوط ضحايا، مطالبة بطرد أي أجنبي مسجل على اللوائح الأمنية. محمد الحجي للتلفزيون العربي ستراسبورغ. ويبقى معنا من مدينة ستراسبورغ مراسلنا محمد الحاجي. محمد، إذن المئات من عناصر الأمن للبحث عن منفذ هذا الهجوم، هل تم تحديد مكانه؟ ما آخر المعلومات المتوفرة لديك؟ نعم جمال، الجاني ما زال متواريا عن الأنظار، وبالتالي أن الخطر ما زال موجودا، وهو الأمر الذي يقلق أكثر رجال الأمن والسلطة في فرنسا، لأنه ليس هناك من شيء في فرنسا، من مكان، من سوق ميلاد، من محطة قطارات، ولا تخضع لها التفتيش حتى جميع الحدود الفرنسية خاصة الألمانية، لأن ستراسبورغ قريبة من ألمانيا، وبالتالي كل داخل وخارج بين البلدين يتعرض للتفتيش. أوضح فقط جمال بأن ستراسبورغ فيها 10% من المجموع الجهاديين الفرنسيين الذين يسافرون أو سافروا سابقا إلى أرض ما يسمى الجهاد أو ما يسمى أرض الجهاد، وهي العراق وسوريا. 10% فقط ينتمون إلى هذه المدينة وإلى هذه المحافظة في منطقة الألزاس. في الحقيقة يعني بالعودة إلى الجاني شريف شيكات كما يسمى بالفرنسية، ويعني شخصيته أو شكله ينطبق تماما مع كل من قام بعملية إرهابية في فرنسا. هو شخص لديه ماضي مليء بالجنح والمخالفات وأيضا الانحرافات، ثم يتعرض للسجن وبعدها يخرج جهادي أو على الأقل يقوم بعملية إرهابية. اليوم الحكومة تأخرت كثيرا في إعطاء صفة العمل الإرهابي إلى لشريف، لأنه في الحقيقة قبلها يعني بساعات دهمته على أنه سارق. وجدت لديه في منزله قنبلة ومسدس، وبعدها حصل ما حصل مساء. إذا نحن أمام مرحلة جديدة من التفتيش عن شريف. كل شيء هنا في ستراسبورغ يتعرض للتفتيش، حتى نحن أيضا عندما دخلنا كصحفيين تعرضنا لتفتيش تنسيق. إذا ما زال الخطر موجودا، ما زال الأمن يبحث عن هذا الرجل. الوضع سيستمر على حاله حتى العثور عليه في الساعات أو في الأيام القادمة. شكرا لك محمد الحاجي مراسل التلفزيون العربي من ستراسبورغ.
وينضم إلينا عبر سكايب من باريس مناف الكيلاني الخبير الأمني. مرحبا بك سيد كيلاني، سنركز معك على الجانب الأمني لهذا الهجوم، هجوم ستراسبورغ. إذن الرجل المشتبه به ومنفذ الهجوم معلوم ومعروف من طرف أجهزة الأمن بسوابقه الأمنية، قامت بتفتيش منزله صباحا ومساء يقوم بتنفيذ عملية إرهابية. هل بهذه السهولة تمكن من تنفيذ هذا الهجوم وهو الذي يعني مراقب طوال الوقت من طرف الأجهزة الأمنية؟ كيف تم ليس فقط مراقب طوال الوقت سيدي، ولكن مراقب منذ خروجه من السجن آخر مرة، لأنه مسجل على ما يسمى بقائمة S، أي القائمة التي لها تشكل خطورة على الأقل على الأمن، أمن الدولة بشكل خاص. ومن بين أصحاب السوابق هؤلاء طبعا هو أحد الذين يمكن توصيفهم بالمحتمل كإرهابي أو كمتطرف دينيا، لذلك لا يمكن أن نقول بأنه لم يكن تحت المراقبة أو يعني أن ما دام هو تحت المراقبة بهذا الشكل وبهذه الطريقة، كيف أمكن له تنفيذ هذا الهجوم؟ هل نتحدث هنا عن ثغرة أمنية، عن فشل استخباراتي؟ ما الذي حدث بالضبط؟ يمكن أن نتحدث عن ثغرة أمنية، عن فشل استخباراتي، أو شيء آخر يمكن أن نشبهه بعملية مدبرة بشكل أو بآخر من قبل القوى الأمنية التي لا يمكن أن تكون جاهلة بمكان تواجد هذا الشخص وبكل تأكيد بحيازته على هذه الأسلحة، لأنه كان تحت رقابة سيدي. لا يمكن أن نقول بأنه لم يكن يتصرف أو أن كان يتصرف بكل حرية. الحقيقة سيدي أن جميع أصحاب سوابق هؤلاء جندوا على الأقل، سواء من قبل الجماعات المتطرفة أو في ذات الوقت من قبل أجهزة أمنية فرنسية، لكي ينغمسوا من جديد في قلب ما يسمى بالأوساط الإجرامية المعروفة في فرنسا. وهذا طبعا ينطبق على جميع الذين نفذوا العمليات الإرهابية التي ما يسمى العمليات الإرهابية، التي هي عمليات إجرامية بكل تأكيد، التي عشناها في فرنسا منذ عام 2015. أشدد على ناحية سيدي، هو أن في فرنسا يطبق قانون ما يسمى قانون الاستخبارات الذي يعمل به منذ عام 2015، وهذا القانون يسمح لجميع القوى الأمنية بالتجسس على جميع التواصلات، ليس فقط تليفونية ولكن جميع التواصلات التي يمكن أن تحدث في فرنسا بين الساكنين القاطنين في فرنسا. هذا يعني أن لا شيء يمكن أن يخفى على الجهات الأمنية. ونتساءل سيدي عن توقيت هذه العملية التي لا معنى لها بكل تأكيد ولا هدف لها، فقط بعد يومين من إعلان، أو بعد يوم عفوا سيدي، من إعلان الرئيس ماكرون بأنه سيتراجع أو سيحاول تلافي جميع الأخطاء التي قام بها بطبيعة الحال ملابسات وحيثيات هذا الهجوم. أشكرك جزيل الشكر مناف الكيلاني الخبير الأمني، كنت معنا من باريس.